مرحبا، معكم توني، واليوم رح نحكي عن exposure. حكينا هديك المرة عن الساني 16 رول، فتنا بتفاصيلها وحددنا كيف ممكن واحد يقدر يقرا الضوء ويقدر يعرف وبيس على الضوء ويقدر يحدد شو الابرتشر تبعوله لازم يستعملها وشو الشاتر سبيد اند سو اون. فيكم تشوفوا اللينك اذا بدكم، بس انا بشجع تحضروا هذا الفيديو بالاول لانه في كتير عالم سالوني ما كانوا عم بيلحقوا يفهموا علي لانه كانوا مضايعين ب الشاتر سبيد والاي اس او والابرتشر، وكان هذا الموضوع شوي هيك خابس عليهم ما كتير فهموا علي. سو حبيت اعمل هذا الفيديو ووضح فيه التفاصيل شو هو الشاتر سبيد، شو هو الابرتشر، شو هو الاي اس او، وهيدا التريو كيف بيشتغل وكيف بيأثر واحد على التاني وشو نتيجة كل واحد على الصورة تبعك. رح نروح على التوب فيو ونجرب اشرح لكم اياها بطريقه مبسطه قد ما بقدر. روح، رح نبلش اليوم حديثنا بالكاميرا. شو هي الكاميرا؟ الكاميرا عباره عن بوكس هالشكل، في عنده فتحه هون، هاي الفتحه اللي نطلع منها رحنا، هيدي اذا ما عرفتوا شو هي القصد منها عين. سو هاي الكاميرا ومن هون نطلع. عندك بالمبدأ نوعين، عندك الرينج فايندر وعندك الدي اس ال ار. الرينج فايندر بالمبدأ انت بتطلع من هون وفي لها فتحة هون، سو بتطلع ستريت، بتطلع من هون لبرا. لينس تجي هالشكل من هون، هيدي اللينس من هون بالمبدأ بفوت الضوء. وقت تكون عم تحكي عن رينج فايندر انت بتطلع ستريت، ما خصك باللينس. واذا عم تحكي SLR كاميراز عبارة عن في هون مثل مراية، عادة رح استعمل لون تاني، هون بيجي يا السنسر او الفيلم. سو مثل ما كنا عم نقول بالرينج بالاس ال ار كاميرا بفوت الضوء من هون، بتفوت هيدي الميرور بتفتح، بيوصل الضوء على السنسر او الفيلم. بس قبل ما تفتح بيوصل الضوء على المراية، المراية بتعمل projection طلوع على البريزم هون اللي بخليك تشوف. سو بالمبدا اس ال ار كاميراز انت بتطلع من جوات اللينس، يعني بتطلع هيك 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 بتطلع لبرا. رينج فايندر لا، ما بتطلع من اللينس، بتطلع دغري من هون. هلا في ادفانتجز وديز ادفانتجز لكل وحده، بمعنى انه رينج فايندر انت ما بتقشع اكزاكتلي شو عم تشوف، وما فيك تشوف الدبث تبعولك دبث اوف فيلد حسب الابرتشر منقيها. الاس ال ار اتس مور اكوريت بهذا الموضوع. هلا اذا قلنا هيدا هو البادي تبع الكاميرا، وهون عندنا لينس، ماشي. كيف بيشتغل السيستم؟ هون عندك ثلاثه بارتس. اول شيء هو البارت اللي معلق باللينس اللي هو عباره عن الابرتشر، رح نحطها الابرتشر حسب اللينس. كل لينس بيكون فيها ابرتشر معين. هو الابرتشر عباره عن في فتحه تفتح اللينس، كل ما تكون هالفتحه صغيره كل ما تفوت اقل ضوء، كل ما يكون رقمها اكبر. يعني اصغر فتحه لتسي بهاي اللينس هي F22، ماشي. فيك تكبر هالابرتشر لخلينا نقول F1.4، بتصير الفتحة كبيرة.
بتصير تفوت ضوء اكثر. شو عندك بالمبدا باللانسز في لانسز F0.97 في F1.1 1.2، بس الكومن اكثر الموجودين هن تقريبا من F1.4 لل F22 وفي 32، بس لانس خلينا نقول احنا F1.4. سو هيدي بخصوص الابرتشر. عندك شاتر سبيد بالاس ال ار كاميراز، عندك الميرور هي الشاتر سبيد هي قد ايه بسرعه بتفتح وبتسكر. حتى شاتر سبيد قد ايه بسرعه بتفتح وبتسكر. بالرينج فايندر لانسز ما في هيدا الميرور، ما في هيدا السيستم، في عباره عن مثل قماشه، هي عباره عن قماشتين اذا بدكم هالشكل. وقت تفتح انت بتفتح اول وحده بتفوت ضوء وبالتانيه بتسكر وراها، كل ما تسرع بيصيروا بيلحقوا بعض، يعني بتفوت بس كميه قليله من الضوء. بغض النظر عن السيستم هذا هو الشاتر سبيد. الشاتر سبيد في روح تقريبا، هلا في يكون عندك لونج اكسبوجر يعني ثانيه وثانيتين وثلاثه وعشرة وثلاثين ثانيه او في بال، بس احنا رح نحكي من ثانيه 1 سكند لحديت ال 4000 من الثانيه. رح نحطها هيك ثانية لل 4000 من الثانية، هيدي الشاتر سبيد. واخيرا عندك هيدا الشيء اللي هو يا الفيلم يا ديجيتال سنسر اللي هو الاي اس او. الاي اس او هو عبارة عن سنسيتيفيتي تبع هيدا السنسر او الفيلم للضوء، يعني قد ايه هيدا السنسر او الفيلم حساس على الضوء. هلا عم نحكي نحن فيلم ببلشوا تقريبا في بال 25، خلينا نقول احنا ل اي اس او 50 ل 3200. اوكي شو هيدا المبدا تبع الكاميرا ماشي. اوكي خلينا نشيل هاي نحط وحده ثانيه. هلا رح نحكي عن التريو اللي هو ISO Shutter Speed والAperture، كيف بيشتغل هذا السيستم. رح نعمل اول شيء تراينجل. اوكي عندنا هون الISO وعندنا هون Shutter Speed وعندنا هون الابرتشر، هذا هو التريو. اذا بدكم كيف نحسبها، الابرتشر بتبلش مثل ما حكينا من F1.4 لحديت ال F22. شو عندك من هون لهون، هذا المجال اللي بتشتغل فيه بالابرتشر. الشاتر سبيد خلينا نزيدهم، نحن نقول نحن حطينا ثانية، خلينا نقول ثانية نرجع لك ثانية ل لنا 4000 من الثانية. شو هيدا شاتر سبيد بيجي هون، وعندنا الاي اس او مثل ما قلنا من 50 ل 3200. اوكي هلا الهدف من هولي تفهمهم تتعرف كيف انت بدك تشتغل على هولي تتقدر تاخد proper exposure، يعني ما تطلع عندك صورة غامقة ولا تطلع عندك صورة فاتحة. اوكي كيف بتصير؟ بما انه بلشنا بالISO، الISO هو قد ايه sensitive، يعني 50 كونه أقل شيء سنسيتيف، يعني it's dark. رح نحط dark as مثل القمر. تطلع على 3200 بيكون very sensitive، يعني بياخد ضوء بطريقة أسهل، يعني بيكون بفتح الصورة أكتر. رح نحط هون شمس. so the ISO كل ما تنزل على الخمسين قرب من الخمسين كل ما تغمق الصورة، كل ما تطلع على 3200
بتفتح الصورة. شاتر سبيد كل ما تفق هون حاطين ثانية للأربعة آلاف ثانية، يعني يعتبر وقت طويل بالتصوير. سو بتفوت ضوء أكتر، سو بتطلع الصورة تبعولك فاتحة. يعني رح نحط هون شمس 4000، يعني شاتر سريع كتير ما بيفوت كتير ضوء، يعني رح تطلع عنا الصورة غامقة. الأبرتشر نفس الموضوع F22، يعني الفتحة تبع اللنس رح تكون كتير كتير صغيرة، كتير كتير صغيرة يعني ما بتفوت ضوء كتير. سو على F22 رح تكون عنا Dark Image. F1.4 يعني الفتحة اللنس كبيرة بتفوت ضوء كتير. سو هنحط الشمس. صار عنا هيدا الجراف بهيدا الشكل. يعني نحن وقت ما نشتغل بالهول التريو تبعنا بدنا ناخد decisions. اذا الشاتر سبيد، بطأت الشاتر سبيد فوت ضوء اكتر، سرعت الشاتر سبيد عتمت الصورة اكتر. الـ ISO نفس الشيء، صغرنا الرقم على الـ ISO غمقنا الصورة، علينا الرقم على الـ ISO فتحنا الصورة. الـ Aperture كل ما نكبر الـ Aperture يعني منصغر الرقم بهالحالة هي بالقلب منفتح الصورة، كل ما نصغر الـ Aperture للـ F22 منغمق الصورة. بهالبساطة. هلأ بدك تقلي بيس عشو نحن بناخد هول الديسيجن انه نكبر هاي ونصغر هاي، شو بأثر؟ كل وحدة من هالتلاتة نقط بأثروا على الصورة بشكل معين. يعني الشاتر سبيد بالمبدأ بأثر على الحركة تبع الصورة. يعني مثل ما بتعرفوا في صور بتصورون بتحس انه اذا في شخص عم بيمشي، اذا كان الشاتر سبيد تبعولك بطيء يعني عم تفتح لتسي انت ثانيتين تتاخد صورة واحدة، وبهالثانيتين بيكون شخص عم بيمشي بيطلع بلوري ما بيطلع شارب. سو الشاتر سبيد بتأثر على الموفمنت. عفوا هيدا القلم عم بيأثر. الشاتر سبيد بيأثر على الموفمنت. الـ Aperture بيأثر على Depth of Field DOF. شو هو Depth of Field؟ Depth of Field هو وقتها تاخد صورة قدي من هيدي الصورة in focus. يعني كل ما تصغر الـ Aperture يعني تنزل للـ F1.4 كل ما شقفة أصغر من الصورة بتكون in focus والباقي بيكون blurry، وكل ما تطلع على تقرب على F22 وتصغر الـ aperture كل ما الصورة أكتر بتكون in focus. example بسيط هون، إذا بتطلعوا بال كل العالم عندهم موبايلز معهم وعندهم كاميرايات، إذا بتلاحظوا بس تشيل الكاميرا أول ما تصور عادة بتكون الصورة كلها in focus لأنه الـ aperture تبعهم كبيرة. anyways الفكرة أنه الـ depth of field بيأثر حسب الـ aperture. كل ما يكبر الرقم، عفوا يكبر الرقم بتكون صغيرة الـ aperture بيكون كل شيء in focus، والعكس كل ما تطلع لـ F1.4 وتكبر الـ aperture كل ما شقفة أصغر من من الصورة بتكون in focus. وعندك كمان الـ ISO. شو بيأثر الـ ISO؟ الـ ISO بيأثر على بالفيلم شيء اسمه نويز. شو هو النويز؟ تعرف وقت تطلع بالصور لقدام بتحسه مثل الصورة مبرغلة بمحل من المحلات، هذا الشيء اسمه نويز. كل ما تنزل على الرقم صغير يعني 50 كل ما النويز يصيروا فاينر بيصيروا الجرين أصغر ما بعودوا كتير واضحين، كل ما تطلع على رقم كبير كل ما يصيروا النويز مبينين أكتر وبتطلع صورة مبرغلة أكتر. يعني بهالحالة
رح نستعمل تاني قلم لأنه هيدا عم بقص. نويز كل ما تنزل صوب الخمسين كل ما يصير نويز أقل، وكل ما تطلع بالرقم كل ما يصير النويز أكتر. رح نحط هاي. موفمنت كل ما نفس الشيء، كل ما تسرع الشتر كل ما بتجمد صورة. يعني إذا واحد عم بينط بالهواء وأخذت له صورته ببين جامد بالهواء. سو بس تسرع you're freezing، عم بتجمد الصورة. وكل ما تبطئ الشتر سبيد كل ما يصير فيه movement أكتر، كل ما يكون فيه blur أكتر بالصورة. الأبرتشر حكينا عنه، كل ما تطلع على الرقم الأكبر يعني عم بتصغر الأبرتشر، كل ما بيكون depth of field تبعك أكبر يعني deeper إذا بدك. وكل ما تكبل الأبرتشر للF1.4 كل ما يكون أقل من الصورة in focus. يعني رح نحط هون shallower depth of field. هيدا بالمبدأ system تبع الexposure trio. هيك هول هن كل شيء بدك تعرفهم، وهول هن الأسئلة اللي انت بدك تسأل حالك. أنا شو بدي أعمل بالصورة؟ بدي movement، بدي تبين movement عم تتحرك، بدي ايه blurry، بدي كب، بدي بطئ الشاتر سبيد، بدي a shallower depth of field، بدي كبر هيد ال aperture. بخصوص النويز عادة دائما أفضل تكون مقرب على رقم صغير تتكون صورة تبعولك أنظف، unless for some artistic reasons أنت بدك يكون very high، so بتجيب فين في ISO عالي. هيدا بخصوص التريو. ماشي، شلنا هيدا. هلا هاي واحدة جديدة عندك بالمبدأ. مثل ما حكينا هول هن ثلاثة، عندك واحد اللي هو depth of field، وعندك اثنين اللي هو movement، وعندك ثلاثة اللي هو noise. هول هن ثلاثة. هون انت الاسئلة اللي بدك تسأل حالك، انت عم بتصور الصورة، شو بدي انا من هالصورة وشو بدي النتيجة. يعني depth of field شو بيأثر؟ عندك نقطتين، نقطة اللي هي يا بتروح shallow depth of field يا بتروح deeper depth of field. هيدا الشيء هو تتحكم فيه بالaperture. الموفمنت عندك two choices كمان، يا you want to freeze the movement، يعني يا بدك تجمد الصورة، يا بدك يكون في blurry. blurry يعني بمعنى إذا بتشوف الصور المصورين let's say أوتوستراد بالليل وبتشوف الأضوية طالعين مثل الزياح، بتشوف هيك زيح أحمر بدل ده، وهذا بتكون a long exposure بيعطيك blur. هيدا شغلتين تتحكم فيهم عبر shutter speed. so هون انت هول السؤالين بدك تسألهم انت تقدر توصل لنتيجة بصورتك. noise عادة هو ال ISO ما في غيره. هلأ هيدا منه سؤال بينطرح لسبب انه بطبيعة الحال انت بدك كل ما يكون ال ISO اوطى كل ما تكون الصورة اوضح. so انت حسب هول اللي بتنقيهم بدك تنزل بال ISO قد ما فيك، كل ما تنزل بالاي اس او الرقم كل ما احسن لك. سو هون الاي اس او بالمبدا بدك ايه as low as possible. هون الاي اس او قد ما فيك تصغره قد ما احسن.
سو انت هول الشغلتين اللي فوق هن اللي بدك تنقيهم وبيس على شو بدك من نتيجة الصورة تبعك تاخد الديسيجن تبعك. ماشي، هيدي بخصوص هول التريو. شيلة هينا ما عم تنشال، شيلة هاي، هاي وحدة غيره. هلا كل واحد حسب هو شغلته كيف بقرر على شو السيتنجز اللي بده اياه. رح ناخذ 2 اكزامبلز عندك مثل ما حكينا فوق بالاول. عندك الابرتشر هون وعندك الشتر سبيد وعندك اي اس او هون. ماشي، هول هن التريو اللي عم نحكي عنهم كل الوقت. هلا حسب انت وات تايب اوف فوتوغرافر بدك تقرر انت شو مهم لك. يعني خلينا نقول بالاول اذا انت بتصور يور سبورتس فوتوغرافر، اوكي، بهالحاله سبورتس فوتوغرافر اهم شيء لك بهالتريو هو شاتر سبيد. ليه؟ لانه انا وقت عم صور لعيب فوتبول عم بينط وبده يشوت الطابه ما بدي يطلع بلوري، بدي اياه يطلع شارب. سو تقدر يطلع شارب بدي شاتر سبيد سريع، خلينا نقول 4000 من الثانية. 4000 من الثانية. هلا بطبيعة الحال عم صور فوتبول، انا بالمبدأ بدي الاي اس او يكون 100 لانه اول شيء عم صور برا، سو بالمبدأ في اضاءة انف، وانا بدي يكون عندي اي اس او 100 تطلع الصورة انضف شيء ممكن. هلا وقت انا حط الاي اس او 100 وحط الشاتر سبيد تبعولي 4000، اوكي، رح يطلع عندي هون الابرتشر خلينا نقول اف 4 هي الكاميرا او الميترينج سيستم اللي عم تستعمله رح يعطيك رقم اللي هو مناسب تا تكون الصوره تبعولك اكسبوز بروبرلي. بيطلع عندك اف 4، سو طلع عندك التريو بتحطه 1 2 3 على الكاميرا تبعك بتصور بيطلع لك صوره بروبرلي اكسبوز. بس بحالات معينه خلينا نقول انا ما بدي صور اف 4. ليه؟ لانه على مسافه بعيده ومع زوم الاف 4 رح يكون دبث اوف فيلد تبعولي كتير صغير. سو اذا في لاعبين مثلا عم بيلعبوا وعم بيركضوا على الطابه ما بدي واحد منهم الاقرب مثلا او الابعد من الفوكس بوينت تبعولي يطلع مش ان فوكس. سو بدي كبر الابرتشر تبعولي، ما بدي اياها اف 4، انا بدي اياها اف 8. سو اللي عملته هون اف 8 صغرت الابرتشر تبعولي، سو صار عم بفوت عندي ضوء اقل. سو شو بيصير بهالحال؟ بتصير الصوره تبعي اغمق. بما انه الشاتر سبيد بحالتي انا از سبورتس فوتوغرافر از فيكست، هيدا الشيء ما بدي اتحرك فيه، ما بدي اقدر فيه، هيدا اهم شيء لإلي. تو كومبنسيت من الاف 4 للاف 8 بدي اعلي الاي اس او، هون بده يطلع عند الـ ISO ممكن يطلع للـ 400 مثلا. هيدي بحالتي. سو هون اهم شيء عندي الشاتر سبيد اللي ما بتقر فيه لانه انا ما بدي يطلع الصورة تبولي بلوري. سو this is fixed. بنقي هول وبركز الـ ISO to match تقدر اخد الـ exposure مزبوطة. هلا هيدا سبورت فوتوغرافر. اذا انت مثلا عم نحكي street photographer او portrait photographer، let's say portrait photographer، بالportrait photographer شو اهم شيء لي انا؟ لانه بالمبدأ انا رح كون قاعد بإندور بستوديو مثلا وعند الاضاءة تبعولي عند strobes lights اللي هو سو انا ما عندي مشكله الحركه لانه الموديل اللي راح تكون واقفه وعم تعمل بوزنج لالي راح تكون واقفه وجامده ما عم تتحرك. سو اهم شيء بالبورتريت فوتوغرافر انا برايي بده يكون
aperture depth of field لانه انا بدي اصور الشخص وبدي الباك جراوند وراه يطلع بلوري ليه تا يقب هو من الصوره تا ما ينخلط بالصوره سو بدي الشالوور depth of field بهالحاله المهم لإلي هو الابرتشر سو انا بدي اصور ب اف 2.8 بدي كبر الابرتشر تا يطلع لي shallower depth of field تا يطلع يعني بس الموديل تبعولي ان فوكس بس الباك جراوند وراه يطلع بلوري سو اف 2.8 هيدا هو فيكست هيدا الشيء ما بدي ادقر فيه هيدا اهم شيء لإلي بما انه انا باستوديو عند الاضاءه رح كون هدفي الاي اس او 100 ليه لانه عندي انف ضو وسيستم ما عندي مشكله بدي اياه 100 تاخذ احسن كواليتي اذا انا حطيت هول السيت اب الكاميرا تبعولي او اللايت ميتر رح يقول لي اذا انت بدك تصور 100 اي اس او 100 اي اس او مع ابرتشر 2 f 2.8 بالإضاءة اللي انت قاعد فيها هلا رح يطلع عندك let's say 10 من الثانية 10 من الثواني الشاتر سبيد كتير منيح هلا 10 من الثانية يعتبر kind of بطيء اذا انت مثلا ما عم تستعمل ترايبود عم تلقط الكاميرا بايدك او خلينا نقول مثلا انت وعم بتصور الموديل ما الموديل كمان شيء انسان يعني عم بيتحرك ممكن ياخد نفس ممكن يغمض عيونه ممكن تتحرك شوي so 10 of a second يعتبر speed kind of بطيء so ممكن تطلع صورة بلوري انا ما بدي صور ب 10 of a second بدي اطلع على خلينا نقول 250 من الثانية بدي ما بدي هاي بدي 250 من الثانية شو بكون عملت هون؟ هون بكون سرعت الشاتر سبيد يعني فوت ضوء اقل كمان غمقت الصورة اللي عندي بطلت properly exposed صارت under exposed شو الحل؟ بما انه الابرتشر بقولي fixed انا بدي اياها f2.8 هذا الشيء ما بدي العب فيه ما بدي غيره بعد بيبقى عندي الISO this is where I can play with وبدي اضطر بهالحالة بما انه هون صار عم يفوت اقل ضوء بدي زيد ضوء بالISO سو بدي اعلي الISO ممكن اعليه ل 800 او ممكن اعليه لل 1600 حسب it depends كمان حسب اللايت ميتر او حسب الكاميرا اذا ديجيتال هي بتقلك شو الاوتبوت اللي بدك اياه سو بالمبدأ هون حكينا عن التريو الابرتشر شاتر سبيد والISO شو الريليشن لبعض how do they work وهيدا تقريبا كان هيك نظرة شاملة عن الموضوع شيلا خلينا نرجع على التوب فيو هيدا كان بقد ما فيه طريقة مبسطة اقدر اشرح لكم كيف سيستم الكاميرا شو هن الفاكتورات بالكاميرا يعني الISO الابرتشر والشاتر سبيد كل وحده منهم شو بتعمل وكل وحده منهم ان ريليشن للثانيه وتاثير كل وحده على الصوره جربت اجمع لكم اياها قد ما فيي بطريقه مختصره ان شاء الله كانت واضحه اذا عندكم اي سؤال بليز منشن ات ان ذا كومنت داون بيلو وبليز تذكروا تو لايك شير اند سبسكرايب وسي يو نيكست تايم تشيرز